اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، بنرحب فيكم بحلقه جديده من برنامج ضربة حظ. برنامج ضربة حظ هو برنامج المسابقات والجوائز والتحديات. برنامجنا مليء بالفقرات والحماس والاثاره. ايضا بنمسي طبعا بالخير على زميلتي ورفيقه دربي نوار. مساء الخير. يسعد مساك امجد، مساء كل الجمهور الموجود معنا بالفجيره مول وكل المشاهدين اللي عم يحضرونا عبر قناه الفجيره. حلقه جديده وتحديات جديده وكثير من الجوائز امجد، وخصوصا انه جوائزنا يوميا مقدمه من عده جهات موجوده بالفجيره مول، اولها العربيه للعود، كرجي للعطور، مسك الامارات، نسين كافيه وجالكسي سينما، وايضا معنا مطعم اوليريز وكفاله للعطور والسيدات، وريفولي وفان بلوك للاطفال، وبراند فورليس، وتيلي لينك، وعبد الصمد القرشي، ودكتور نيوترشن، والطاير للسيارات من فورد، بالتعاون مع الفجيرة مول. بدي أسمع تحية لكل داعمين برنامج ضربة حظ. صراحة يا أمجد كل الهدايا مغرية وكل الجهات عم تقدم هدايا كتير حلوة، لهيك اللي عم يشاركونا دائما واللي عم يربحوا عم بيكونوا محظوظين معنا. أولى فقراتنا فقرة شرق وغرب، اليوم رح نعرض على الأطفال أو اللي بدون يشاركونا صورة موجودة معنا على الشاشة، وكل المطلوب منهم يركبوا أكبر عدد ممكن من القطع، بس بشرط أمجد تكون هاي القطع شو؟ صحيحة. صحيحة. شو لازم نختار؟ اوكي. ها شو رايك؟ اوكي لازم نختار. يلا اختاري فريقك. واختار فريقي. فريقي اوكي. ها وين الاطفال الحلوين؟ ايه تعال اخترتي فريقك يا نوار. يلا تعال 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 اخترنا. اوكي خبرني شو اسمك ومن وين؟ حمدان من الامارات. اهلا وسهلا حمدان. امجد عرفنا عن فريقك. بدي اعرف الشاب الحلو، بتعرف عليك؟ مطر من سوريا. من سوريا؟ حيوهم. شو اسمك؟ مطر. مطر من سوريا. حيوه حيوه. يا سلام هالاسم الحلو. اسمك كتير حلو. مطر يا مطر. مطر وحمدان. لازم تقعدوا على هاي المربعات الزرقاء، تفرشوا القطع قدامكم وتشوفوا الصورة، لازم تركبوا أكبر عدد ممكن من القطع، ولازم تربح لأنه أنا دايما بربح على أمجد. لا أنا اللي ربحان مطر. احنا اللي ربحانين ان شاء الله. يلا تعال حمدان روح اقعد على هذا المربع الازرق، ومطر انت كمان اقعد على المربع الثاني. لا تبلشوا قبل ما امجد يبدا يعد لكم، فيكم تفرشوا القطع قدامكم لحتى تشوفوا الالوان وتشوفوا القطع الصحيحه. يلا اسرع اسرع اسرع، معنا دقيقتين بهاي الفقره. يلا جاهزين نعد؟ جاهزين نعد؟ يلا يا جمهور حيوهم اول شيء. يلا 1 2 3 وبدينا الحماس وبدينا الحماس. شجعوهم يا جمهور. يا سلام برافو عليك حمدان، عندنا قطعتين صح وقطعتين كمان عند مطر. يلا يا حمدان. ايه صح صح، بس اقلبها اقلبها. ايوه صح. ثلاث قطع صحيحه عند حمدان. مطر شوف الألوان القريبة من بعضها مين أسرع لحتى تركب أكبر عدد ممكن من القطع. مين راح يكون الأسرع يا نوار؟ انتبه مطر، لازم يكونوا القطع صحيحة. ثلاث قطع. ها أوكي مين الجمهور راح يفوز؟ حاول كمان قطع حمدان لأنه مطر بلش يسبق. حمدان ولا مطر؟ يلا مطر كم بقي معنا من الوقت؟ القطع صحيحة. كم عندنا من الوقت يا كنترول؟ مطر إذا مو متأكد منهم لا توصلون لبعض. معنا 40 ثانية، يعني الحين وصلنا ل 35. يلا 30 ثانية أسرع. أوكي صح 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 أسرع. راح تعدوا معي يا جمهور، راح تعدوا معي. جهزوا حالكم على التايم. لا 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 9 8 7 6 5 4 3 2 1. انتهى الوقت. اوكي حمدان عنده أربع قطع أمجد، بس الأربعة مركبين صح. اوكي مطر عنده كمان أربع قطع بس مو مركبين صح. في وحدة غلط. في وحدة. هون
في غلط. يعني شو؟ ها؟ يعني شو؟ تحية لفريق نوار، تحية يعني تحية تحية تحية. حمدان تحية. ألف مبروك، شكرا أوفر يا مطر. ألف مبروك حمدان، ارمي النرد. يلا. يلا يا حمدان. أي واحد. أي واحد يعني. عادي. يلا. مين؟ الميدان يا حميدان. يا حمدان. وين راح النرد؟ راح بيت الجيران يا حمدان. رقم 2، ألف مبروك حمدان، تربح معنا قسيمة مشتريات مقدمة من الفجيرة مول. شكرا. بس من هون حمدان عشان تسجل اسمك. يلا مين راح تختار متشاركين وأنا راح أخرب أوكي. العمل. يلا يعني أنا أختار الاثنين. أوكي اختار. لا أنت اختار فريق. أنا راح أختار فريق. شو رأيك نعطي فرصة للبنات؟ تجي البنت اللي لابسة أصفر تعالي. أوكي. وأنا بختار الشاب الحلو هداك اللي رافع إصبعه. يلا 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 يلا. خبريني شو اسمك ومن وين أنت؟ سما من سوريا. شو اسمك؟ سما من سوريا. سما؟ أنت أخته لمطر؟ شوف ما أحلى أسماء. عرفنا عن الشاب اللي معك. وأنت يا حلو؟ أنا اسمي فارس. لا صوت عالي. أنا اسمي فارس. من وين؟ من دبي. حيو لفارس، حيو من دبي، حيو. أهلا وسهلا فارس وسما، فيكن تروحوا تقعدوا على المربعات الزرقاء. لازم ذكركن أنه معكم بس دقيقتين، لازم تركبوا أكبر عدد ممكن من القطع تكون صحيحة. طبعا سما ما بدي وصيك، يعني أنت فريقي يعني لازم تربحي. فارس لازم نفوز. يلا شدي الحيلة. شوفوا الصورة الموجودة قدامكم، هاي صورة قدامكم ساعدكن لا تبدو قبل ما أمجد يبدأ عد. يلا جاهزين؟ جاهز يا فارس؟ جاهزة؟ كله تمام؟ راح نعد نبلش عد. عدوا معي يا جمهور. 1 2 3. يلا ابدأوا. لازم يا فارس القطع تكون صحيحة، لازم تكون القطع صحيحة. ركز. شوفي الألوان، حاولي ركبي الألوان القريبة من بعضها جنب بعضها. فارس لازم القطع تكون بتشبه بعض. برافو. لا يا فارس لازم نركب صح. والله يا أمجد يا صديقي نحن صار عنا قطعتين صح. إيه على فكرة أنت بتخربي على فريقي، لو سمحت التزمي مع فريقك. أوكي لنشوف. بيأسفني إلا كن صار عنا 4 صح. تفضل تصرف. سما. يلا يا فارس. برافو. يا فارس 5 قطع صح. يا فارس أنت بتحط سما فارس. أيوة يا فارس أيوة جربها. فارس ركز شوي. أكتر. لا غلط فارس. معنا دقيقة واحدة يا فارس. يلا معنا دقيقة واحدة. نوار. نعم. شو وصلة فريقك أنت؟ والله يعني ما بعرف شو بدي أقول لك. سما حاولي شوفي هدول المقلوبين ممكن تلاقي فيهم قطعة تساعدك. نوار معنا 50 ثانية. اوكي كملي اللي كنتي باديتي. فارس حاول تركب التركيب. يا سلام عليكي. 20 ثانية راح نعد يا جمهور، لازم اسمع حماس. تعدوا معاي. يلا كنترول اعطينا تايم. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. انتهى الوقت. سما عندها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 قطع صحيحة. مطر. فارس. لا مطر. فارس. أنا أسفة للأسف فارس ما عندك ولا قطعة صحيحة. شكرا. إحنا كتير انبسطنا أنك شاركتنا. زافي لفارس. زافي لسما وزافي لفارس كمان. حظ أوفر. حظ أوفر. إن شاء الله بتربح معنا بعدين بفقرة تانية. شكرا شكرا. يلا ارمي النرد. يلا ارمي النرد. يا ترى كم الرقم؟ رقم 1. رقم 1 يا امجد. الف مبروك سما، بتربحي معنا 2 تيكتس من جالكسي سينما. شكرا لك. حيوها تحيه. كمان نختار، شو رايك؟ ما بعرف، نسأل المخرج. فينا نختار كمان؟ فينا نختار. أوكي فينا نختار كمان. يلا في مشتركين جداد. تعال أمجد انت تعال. في حدا هون. أيوة. كان كتير عم يشجع. تعال
يلا اسرع 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 يا فريقي، يلا بدي حماس، لازم تجيني فايز. تعال يلا هون، تعرف عليك اللي باحلامك يجيك فايز. خبرني شو اسمك. احمد. من وين؟ لبنان. اهلا وسهلا فيك احمد، عرفنا سيف. من معك. وين انت؟ من مصر. حيونا سيف. احمد فريقي. وسيف. اوكي ها. شوفوا التحدي كتير حلو وفي منافسة بيني وبين أمجد، وأكيد أنا وأحمد رح نربح، بس رح نعطيكم فرصة. شو رأيكم يا جمهور؟ خلينا نشوف. بيحكوا إنه الثالثة ثابتة. يلا يا سيف فرجيهم. أحمد وسيف شوفوا القطع، شوفوا الصورة منيح. معكم بس دقيقتين لحتى تركبوا أكبر عدد ممكن من الصور. لا تبلشوا قبل ما أمجد يعد لكم. يلا جاهزين؟ جاهزين؟ ها عدتوا معي يا جمهور. 1 2 3. على فكرة ما في ولا واحد قاعد منكم، شو القصة؟ نايمين؟ جاهزين؟ ها حاسة حالي واقفة بوجهه. في حماس، في 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 حالة صمت، في سرعة. أوه لا لا، حيوهم حيوهم، بيستاهلوا التحية. يا سلام يا سلام. يلا يا سلام، ولا في الأحلام. حلو، شنو هذا؟ لا استشعر. لا أكاد أصدق ما أرى. يلا واحدة تانية، واحدة تانية مشان الله. شوف واحدة تانية، شكلك بتلعب باصات كتير على أولة فايروس عوض. باص عيون وباص جنون. يلا استشعرت أمجد، شايفتك. يلا أول مرة بيجيك هالعدد القطع صح يا يلا فارس. لا جربها، جرب القطعة. يلا أحمد اطلع فيه، اطلع فيه. أربع قطع صحيحة صح. لا الجهة التانية كمان كمان. لا لا بالعكس بالعكس. لفها صح كمان صح مرة صح. ايوه 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 حلوين حلوين صح صح. يلا اسرع، مين راح يكون الفائز؟ مين راح يكون الفائز؟ جرب غيره، جرب غيره احمد. والمتسابق الرابح الثالث بفقرة شرق وغرب. يا سلام، في تحدي وفي تنافس قوي صراحة. نوار شو بتاكليهم لمتسابقينك؟ أيوة. يا سلام، شو بتاكل متسابقين؟ يا سلام. يلا سيف. ها ها ايوه حاول. يلا يلا حاول حاول، شوف القطع هذيك، القطع هذيك حاول شوف. ايوه فيك تبدا لون ثاني على جنب اذا حسيت انه ما بتقدر تربطهم مع بعض. 7 5 4 3 2 1. انتهى الوقت أحمد. 1 2 3 4 8 8 قطع صحيحة. وسيف 4 قطع صح. شكرا سيف. سيف يا سيف حيو، تعال يا بطل، تعال تعال يا بطل، جيب حجر النرد معك. جيب أيوه. الحجر وارمي، رح أعطيك كل الهدايا. يلا ارمي هو بده يرمي. يلا خبرني بس شو اسمك. اسمي إيوان. شو اسمي؟ إيوان. أوكي إيوان. إيوان يلا أرمي النرد. رقم 2 يا أمجد. أوكي أحمد وإيوان رح تربحوا معنا 2 تيكتس من جالكسي سينما. شكرا لكم. يلا هيوم هيوم، طلع أنت البريك. لا لا ليش يا كفاكي؟ لأني ربحانة يعني، هاي أول مرة بربح الثلاثة. بس شو بتطعميهم أنت لمتسابقينك؟ سعادة. طلع أنت البريك. يلا راح نكمل تحدياتنا برنامج ضربة حظ أنا ونور، ولكن بعد البريك. رجعنا مشاهدينا والجمهور الموجود معنا بالفجيرة مول لحتى نكمل تحدياتنا. أمجد نحن وصلنا للفقرة الثانية، فقرة هو وهي. بس قبل ما نبدأ بهو وهي رح نعمل لعبة سريعة للأطفال كرمال يربحوا معنا أكثر. لعبة الكراسي، عنا 6 كراسي. أمجد كم طفل لازم نطالع؟ 7. أوكي. 7 أطفال. يلا نبلش. طيب. اختار، اختار أنت 3 من هون. أوكي. أنا رح اختار شوي من هون ونشوف. أوكي. أوكي. تعالي. يلا بسم الله بسم الله بسم الله.
اوكي انا اخترت ثلاثه يا امجد. الاوجه الجديده اللي لابسه اصفر الميكي ماوس تجيني. خليك اوكي ثلاثه انت اخترتي. اوكي لا ارجعي انا ما اللي مختاره عفوا بس اللي مختار الاصفر الاصفر تعالي امجد. كم وحده اخترت؟ كم حدا؟ معلش نوار ما راح نطلع حدا بالمسابقه الا اللي اخترناه واشرنا عليه. اوكي الاصفر سوري انا ما اخترتك اسف. تعالي هون اوكي ها 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 تعالي ايوه جيب لي الوجوه الجديده الناس اللي راح تشارك اليوم. ها 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 اللي تعال انت ابو تيشيرت وردي ابو تيشيرت وردي هي حماصه جيب لي ابو تيشيرت وردي ايوه هات لا ابو تيشيرت وردي ايوه جيب لي اياه ابو تيشيرت وردي بس ابو تيشيرت وردي جيبه تيشيرت وردي مش اصفر. يا وردي اهلا وسهلا صاروا سته باقي لنا واحد باقي لنا واحد 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 ها تعالي يلا بسرعه يلا حماس حيوهم جاهزين عارفين لعبه الكراسي اكيد كلكم بتعرفوا لعبه الكراسي يلا كل واحد على كرسي يلا يلا اعملوا دائره على الكراسي اعملوا دائره على الكراسي يلا 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 اعملوا دائره على الكراسي كانه كله بنات هيك صفت يلا مش مشكلة يلا جاهزين ابدأوا يلا جاهزين كنترول 1 2 3 ميوزك اسرع بدنا حماس حيوم يا جمهور حيوهم وراح نحكي يا نوار استبينا قلت لك كله بنات حتى الولد لوحده شكرا حظ اوفر شكرا حظ اوفر يلا يا حلوين يلا مره ثانيه مره ثانيه كرسي كرسي واحد اوكي يلا 1 2 3 ميوزك اسرع ايوهم اسرع 5 4 3 2 1 ستوب امجد وترتون بس عديت لا في تنتين قاعدين على كرسي مين قاعد اول نوار يعني ما بعرف انا ما اللي لابسه بس الكنترول عم بيقولوا اللي لابسه ابيض اللي لابسه ابيض نعتذر منك شكرا ولو انه لون الاصفر لون السعاده يلا اوكي لا تعد لهم عم توترهم امجد رح نشيل كرسي كرسي واحد يلا اجمعوا الكراسي لموا الكراسي على بعضك وكملوا يلا 1 2 3 بس توقف الموسيقى معناته ستوب شكرا وحب اوفر وبنقول لك باي باي حيوها يلا كرسي هاتي الكرسي هاتي هاتي يلا اوكي جاهزين؟ يلا ضل ثلاث كراسي يلا اعطونا ميوزك يلا حماس الجمهور حماس ها اضرب حيوهم مين راح يفوز مين أيوه يلا نقصنا كرسي والله أنتم فاهمين اللعبة أحسن من الشباب والله طبعا دايما البنات أشطر أصلا يلا ميوزك يلا شكرا حظ أوفر وصفينا على كرسي واحد يلا جاهزين يلا 1 2 3 ميوزك يلا مين راح يفوز مين راح يفوز ويت شكرا لك ما زافي حيوها تعالي اصلا تعبت كثير تعبت كثير اوكي خبريني شو اسمك ومن وين؟ بسملة شو اسمك؟ بسملة بسملان؟ القطي نفسك بالأول
بسملة. بسملة من وين انتي؟ من مصر. اهلا وسهلا. حيوها نرد. يلا حجر النرد يا بسملة. حجر النرد حجر النرد. تعالي بس وقفي هون. تعالي هون. وقفي هون. رقم 4. يا سلام وجائزتك عندي يا بسملة. شو الهدية اللي بحطها؟ قسيمة مقدمة من فن بلوك منطقة ألعاب الأطفال بالفجيرة مول. مبروك. شكرا. وين؟ تعالي بس من هون. بسملة اللي بياخد جائزته لازم يروح عند الأستاذ علي. يلا. من اليسار. أوكي أمجد. هلأ وصلنا للجزء الأفضل والأجمل والتحدي. والأمتع التحدي. رح نختار شاب وصبية. فقرة هو ويا رح نسأل الشاب أسئلة بتخص الصبايا والصبية أسئلة بتخص الشباب. الكبار الكبار. شاب وصبية كبار الكبار. أمجد شو رأيك بالصبية لابسة شيلة سودة؟ أهلا وسهلا. بتشرف. تفضلي. طيب شاب. شباب تفضل. أهلا وسهلا. تفضل. ها بس حاسب على الكاب شوية. تفضل لهون. معكم. عرفنا عنك الاسم ومن وين؟ هلال حمدان لوشاحي. من وين؟ من عمان. أهلا وسهلا فيك. تعرف عليك؟ المدى؟ أم راشد. طبعا قواعد اللعبة أسئلة أنا بسألك إياها، أسئلة بتخص الشباب، ونوار تسأله أسئلة بتخص البنات. تمام؟ أوكي. معكم بس 15 ثانية لكل سؤال. أوكي؟ تمام. رح نبدأ معي يا أمجد. السؤال الأول بيقول شو يعني التخليل في الطبخ؟ شو؟ تخليل. تخليل؟ تخليل؟ القدر أن الله يدد القدر الصغير هذا يخلله في الطبخ، يعني نفت هذا حق الزيت. هو نقع الخض. صح صح. أمجد صح؟ عندكم نقطة؟ عندنا نقطة. شركة تويوتا للسيارات من أي بلد مصدرها؟ اليابان. شو يا جمهور صح ولا لا؟ صح. سافي. نقطة نقطة يا أمجد. السؤال الثاني عنا شو يعني المكسي في اللبس النسائي؟ المكسي في اللبس النسائي مكس يعني مختلف. مكس. 3 2 1. هو اللبس الطويل. عندك يا أمجد. يلا جاهزين؟ يلا. لشو تستخدم الملزمة في النجارة؟ الإيش؟ الملزمة في النجارة. عشان الخشب إنه يكون فوق بعض بالضغط. صح صح. أيوه. برافو. يا سلام. هاي الطيب. عنا الكاجل. الكاجل وين بيستخدم بالمكياج؟ الكاجل حق الوجه. العيون والوجه العيون يا وجه. العيون. العيون صح. نقطتين. أوكي. يلا. لازم نفوز. شو وظيفة الترومبة في السيارة؟ الترومبة في السيارة شو وظيفتها؟ سحب البترول من سحب البترول. صح صح. حيوها. حيوها. مبروك. شكرا. حظ اوفر. مبروك. فزت يا نوار. والله فزت. فزت. الف مبروك. يلا نعطيها النرد الاحمر. يلا تفضلي ارمي النرد. رقم 1. واحد. زافي. حيوها. ألف مبروك. تربحي معنا هدية مقدمة من العربية للعود. شكرا لك. شكرا. أوكي. رح نختار كمان يا نوار. برافو. صار عندك نقطة لليوم. بهنيك وبحييك وما بتمنى لك أبدا أنك تضلك فرحان. يلا. أوكي. مين من الشباب بيحبوا يشاركوا؟ مين من الصبايا بيحب يشارك؟ تطلع أنت وياها. مين من الصبايا؟ أمجد. تعالي يلا. تفضل. يا سلام يا سلام يا سلام. تفضلوا. يا سلام. والتحدي الشباب عند نوار والصبايا عندي. بنبدل أماكن بعض. بدلوا بس أماكنكم. يلا. تعرفنا عن حالك؟ محمد. مصر. أهلا وسهلا فيك. تعرفنا عنك؟ مريم. من وين؟ مصر. حيوا جمهور مصر. حيوهم. يستاهلوا تحية.
اوكي عم بالي ما تساليني اسئله صعبه، انا رح احاول قد ما اقدر اساعد فريقي امجد. معكم 15 ثانيه لكل سؤال، كل شخص منكم رح نطرح عليه ثلاث اسئله. تمام، رح نبدا معي امجد. السؤال الاول، شو وظيفه ورق الكربون في الخياطه؟ مريم ولا انا؟ اي سؤال ثاني، شو وظيفه ورق الكربون في الخياطه؟ ورق الكربون بتشيك عليه 4 3 2 1. تحديد العلامات على الأقمشة. تحديد عليها رسومات. صراحة يعني ضرب الجرس، ضرب الجرس. يمكن في. لا على فكرة هو جاوب قبل ما يضرب الجرس. ها؟ نحسبها صح؟ أكيد. وصح يا جمهور، يلا. ما بنرد على نوار فريق نوار. بس ممكن تيجي أنت شوي عندي هون. أيوة. تمام. لشو وبيستخدم جهاز السونار في الصيد؟ لشو بيستخدم جهاز السونار في الصيد؟ السونار في الصيد. بنتي بيحدد اماكن الصيد. صح صح صح، مساعدة البابا. شوفوا انا عارف يعني انت وابوك. اوكي هيك هيك الهديه مش طالعه لبرا. اذا انت ربحت او هي ربحت الهديه مش طالعه لبرا. اوكي يا امجد، عندنا نحن سؤال، شو وظيفه البودره المضغوطه في المكياج؟ البودرة المضغوطة في المكياج. ها 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 ها. والله بنتك ما بتحط ما مكياج. ما في غش. البودرة. 4 3 2 1. يا سلام. ما بيزوقش، لا، تعمل على حماية المكياج وحفظه ليدوم لأطول فترة ممكنة. هاي أنت كمان احفظيها. جاهزة؟ لا. يلا تركيز. شو وظيفة السلندر في السيارة؟ السلندر في السيارة، شو وظيفته؟ كوتشي يحصل له مصيبة يطلع التاني ويحطه. وان تهلوتي أمجد، خبرنا. لدخول الوقود والهواء إلى المحرك، السلندر هو داخل أوكي. الماكينة. هذا السؤال حاسم بالنسبة لنا، نحن عندنا نقطة وأنتم عندكم نقطة. هلأ رح نشوف آخر سؤال، بيقول شو وظيفة الحامل السلكي في المطبخ؟ الحامل السلكي، حامل بنحط عليه الأطباق والمعالق والحاجات دي. حامل ها كنترول. وظيفة الحامل السلكي غير الأطباق والمعالق. 2 1. مكيفات السبريت أي حاجة؟ لا. تهوية وتبريد المخبوزات بعد خروجها من الفرن. يلا بقى لنا سؤال عندكم يا أمجد. لازم نفوز. يا تعادل يا بتربحوا. أوكي. لشو يستخدم الكريك في البناء؟ لشو بيستخدم الكريك في البناء؟ الكريك يعني الشاول. بقلب مواد البناء. بقلب مواد البناء. أكيد. شو يا جمهور؟ صح؟ صح؟ تحية مبروك. شفت بس مساعداتك ربحت هي. أوكي ألف مبروك. تاخدي حجر النرد؟ إيه ارمي حجر النرد. بس بدي تذكريني باسمك، ذكرنا باسمي أمجد. اسمك؟ مريم. أوكي مريم، يلا يلا يا مريم. وأنت لا خلاص هي ربحت. ها. أنت بدك تساعدها. رقم 4. 4 يا أمجد. وجائزة طبعا مقدمة قسيمة مشتريات بقيمة 100 درهم مقدمة من تيلي لينك. شكرا شكرا شكرا. انت ساعدت مريم. خلاص. شفت لو ما ساعدتك انت انت ربحت. من هون تفضلوا من هون. روح نروح لعند علي. شكرا. يا سلام. على فكرة انت ربحت بمساعدة. اوكي لا كتير لا كتير تنبسط على الموضوع. وين راح نروح هلا؟ راح نطلع بريك ونرجع. يلا رجعنا لكم مشاهدينا من جديد في تحديات برنامجنا، برنامج ضربة حظ بالفجيرة مول وأجواء الفجيرة مول الممتعة بهذه الأجواء الرمضانية. وفي هذا الخميس الممتع مع زميلتي نوار بنكمل آخر فقرة بنوصل لها للأسف. وين وصلنا يا نوار؟ وصلنا أكيد أمجد لفقرة الأمثال. اليوم بالفقرة الأولى الشرق وغرب أنا ربحت على أمجد، أما بهو وهي كان الحظ مع أمجد هو ربح. لكن بفقرة الأمثال أكيد أي شخص رح يشاركنا رح يكون رابح إلنا وإلو. أكيد. مين شاطر كتير 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 بالأمثال ممكن يشاركنا؟ طب يلا 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 يا نوار يلا. مين بيشارك؟ اختاري لك حدا يلا. الوجوه الجديدة الصبية اللي واقفة هناك تحب تشاركينا؟ شو؟ لا؟ أوكي. ها. وجوه جديدة. ها ها.
وين وين كان الشباب والصبايا؟ شو بتختار يا نوار؟ ايدك ولا محتاره؟ نختار المدام هون. تفضلي. اي مين انت؟ تفضلي مدام، تعرفينا عن حالك. رغد. من وين؟ من الاردن. اهلا وسهلا فيكي رغد. اوكي رح نعطيكي 5 امثال، لك المثل 5 ثواني، لازم تجاوبي بسرعه بسرعه بسرعه. ابدأ يا امجد. اللي ايده بالمي مرة ثانية. مش زي اللي ايده بالماء. صح. اللي يلعب بالدح يقول اح ما يقولش. صح. عندك يا امجد. يا ما تحت السواهي. سلام. اوكي اديك الفصيح. اشي من البيضة بصير. صح. عندك يا امجد. لا تشكيلي. صح. الف مبروك. تحية. صح اكيد تربحي معنا. حجر النرد حجر فضلي. النرد حجر النرد. يلا رقم 6 تقدم لها الهدية. طبعا هي قسيمة مقدمة من براند فورلس. طبعا الف مبروك من الفجيرة مول. اهلا وسهلا. ايوه بس عند علي. من هون استاذ علي. من هون سجل اسمك. تسجيل الاسم عند الاستاذ علي. اوكي مين كمان شاطر كتير بالامثال ممكن يشاركنا؟ اختار. تفضل. تعال تعال. ايوه تفضل. شك انه في ابو الامثال اليوم، لازم ننوع بين الصبايا وبين الشباب. اوكي يلا. انت مرشح من قبل كل الجمهور الموجود معك بهي الجهه. على فكره تعرفنا عن حالك؟ عبد الرحمن محمد. من وين؟ مصر. اهلا وسهلا فيك. تمام 5 امثال 5 ثواني لكل مثل. رح ابدا يا امجد. يلا مثل يا نوار. الاول بيقول طنجره. طنجره 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 طنجره. ولاقت 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 غطاها. عندك يا امجد. يا جبل عيال ما يهدك ريح. ما شو ما يهدك ريح. ما يهدك ريح. صح. مشوار الألف ميل يبدا بخطوه. صح. عندك يا امجد. اذا اكلت اشبع. أكلت؟ إذا أكلت إشبع. وإذا وإذا شبعت. كتير حلو هذا المثل على فكرة. إذا أكلت إذا أكلت إشبع. وإذا وإذا ضربت انتهى الوقت. أمجد. صح صح صح. بدي أحسبها صح. إذا ضربت أوجع. أوكي المثل الأخير بيقول الصديق الصغير بيطير. صح. ألف صح. مبروك 4 إجابات صحيحة من أصل 5. بناخد حجر النرد. يلا بنشوف شو مخبيلنا النرد اليوم. شو مخبيلنا النرد اليوم يا نوار؟ رقم 5 يا أمجد. رقم 5 طبعا قسيمة مقدمة من كفالة وقسيمة مشتريات. ألف مبروك. تتفضل عند الأستاذ علي خلف شكرا. السيارة. شكرا. تفضلوا من هون. حيو أسمع التحية. أوكي ها في حدا لسه من الأمثال ولا مننتقل لضربة الحظ؟ اوكي رح ننتقل لضربة الحظ يا امجد. ضربة الحظ. طيب انا رح اختار الولد اللي لابس اصفر. تعال اختار كمان حدا يا امجد. رح نختار بس 2 للاسف اليوم لانه ما ضل معنا كتير وقت. يلا يا امجد بسرعة اختار. وين وين وين؟ يلا يا امجد امجد. شو رايك تختار حدا من هاي الجهة؟ أنا راح أختار. يلا تعالي بسرعة. أنت أول مشارك. تعالي أول مرة تشارك معنا. يلا هاي بسرعة. 2 أوكي تعالي أنت اللي على التيشيرت نجوم. يلا أمجد بس 3 لأنه ما معنا كتير وقت. تفضلي. رح ترموا كل واحد فيكم رح يرمي نرد 3 مرات. لازم تجيبوا رقمين مثل بعض لحتى تربحوا 10 كوبونات تدخلوا السحب على سيارة فورد. ابدأي أنت ارمي النردين. حجرين النرد. لا الحجرين مع بعض. مع بعض احمليهم مع بعض. لازم تجيبي رقمين مثل بعض. يلا ها ها يلا يلا. رقم 4 1 مرة ثانية. يلا 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 معكي فرصتين. يلا حيوها يا جمهور حيوها. يلا بس اسرع اسرع لازم نضرب اسرع ما عندنا وقت. رميهم. ها رقم
رقم 6-1 آخر محاولة. يلا آخر محاولة. آخر محاولة معنا. يلا آخر محاولة معنا يا حسن. آخر محاولة. ها 6-6 ها وستة. مبروك. حيوها تستاهل. خبريني شو اسمك. حنين. حنين تعالي تعالي حنين. تعالي حنين هون. أيوة ها. لا هون حنين جنبي. أخذ الجائزة معي مو مع أمجد. ألف مبروك. تربحي معنا 10 كوبونات لتدخل السحب على السيارة. تتفضل عند الأستاذ علي. تعالي من هون حنين لحتى تكتبي اسمك. يلا 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 روح جيب النردين بسرعة. شو معقول الثلاثة ربع يربحوا معنا اليوم؟ خلينا نشوف. يلا يلا أبو الشباب. يلا بس بدي أسرع أسرع أسرع. ثلاثة استنى استنى ثلاثة ثلاثة وأربعة. يلا كمان مرة. يلا 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 أسرع. يلا 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 بسرعة بسرعة بسرعة. ارمي زت. ها 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 هاو. يلا آخر محاولة آخر محاولة. يلا بسرعة يلا بسرعة. يلا ها ها ستة وأربعة. للأسف حظ أوفر. يلا 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 أسرع أسرع أسرع. عندك ثلاث محاولات من شان وقت البرنامج. يلا يلا ها ها أربعة وثلاثة. مرة ثانية مرة ثانية بسرعة. يلا أسرع. هون أربعة وهو خمسة. خمسة وخمسة وخمسة. تحية. مبروك. أنت كمان بتربحي معنا 10 كوبونات. تفضلي من هون. صراحة أمجاد كان الختام مسك مثل ما بيقولوا. للأسف انتهى وقت برنامجنا. صار وقت نقول باي باي.